مشاهدينا اهلا بكم معانا وفتره جديده على الهواء في زينب طعم البيوت واسره يوم الاربع مع زميلتي عبير عبد الوهاب. اهلا بك يا عبير. اهلا بك يا نهلا، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا. وكالعاده من خلال فقراتنا النهارده هيكون عندنا العديد من الفقرات، بس في البدايه لازم نبدا بالحدث الاهم اللي شهدته مصر ونبدا مع نهلا. طبعا بالامس كان يوم حافل ويوم مميز جدا في تاريخ مصر، لان اليوم اللي ادى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريه امام البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية ثالثة، وده كان إذان ببدء الحكم وبدء مقر جديد للحكم ومركز جديد للحكم في العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية بتقع على حوالي 220 ألف فدان، وهي من أهم وأكبر المدن الذكية على مستوى العالم. والبرلمان اللي أدى فيه الرئيس السيسي هذا القسم بالأمس هو واحد من أفضل المشروعات العمرانية في العالم كما ذكرت مجلة ENR الأمريكية، واعتبرته فعلا هو أيقونة المعمار في هذا العصر. فألف مبروك للسيد الرئيس وإن شاء الله يكون فترة موفقة يا عبير. صحيح، وفقرة رفع العلم دي الحقيقة كانت فخر لكل المصريين، احنا كلنا كانت قلوبنا بترفرف كده والعلم بيرفرف. الحقيقة كان مشهد مهيب بالأمس، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حلفه لليمين الدستورية بالأمس يعني ألقى كلمة خاصة بالشعب المصري اشتملت على العديد من الرسائل، ومن ضمن يعني ما جاء في هذه الكلمة أنه توجه بالشكر والتقدير لشعب مصر العظيم، وقال تحديدا أجدد العهد معكم لبناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والفنون. الرئيس في كلمته أيضا أكد أن الخيار الأول ليه هو أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم لهذا البلد، وقال أن وحدة الشعب المصري هي الضمانة الأولى لعبور هذا الوطن نحو مكانة يستحقها فعلا الشعب المصري، وهذا البلد جمهورية مصر العربية بلد كبير وتستحق مكانة متقدمة جدا من نتمناها جميعا. وأيضا أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن طريق بناء الأوطان ليس مفروض بالورود، وإن عراقة شعب مصر العظيم وما بذله من جهود كثيرة لإعادة بناء هذا البلد مكننا من اجتياز الصعوبات. الحقيقة كان عندنا فعلا حاجات كثيرة قدرنا بعزمنا وبإصرارنا على أن احنا يعني نساند السيد الرئيس فيها قدرنا أن احنا نوصل لإنجازات كثيرة جدا. كمان السيد الرئيس قال في كلمته أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن. كل أمنياتنا الطيبة وكل دعواتنا ورجائنا من المولى عز وجل إن هو يساند رئيسنا إن شاء الله في هذه الولاية الجديدة، وإحنا خلاص بدأنا مع بعض الجمهورية الجديدة وبنشهد خلال الفترة القادمة إن شاء الله مزيد ومزيد من الإنجازات. وبهذه المناسبة تقدم السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية أو لولاية رئاسية ثالثة، ومضمون الرسالة مع عبير. طبعا السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بالهيئة يتقدمون بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، ودائما تحيا جمهورية مصر العربية. تعالوا مع بعض نستعرض مع نهلة الفقرات بقى بتاعتنا اللي احنا هنشوفها النهاردة من خلال هذه الحلقة. طيب، بما ان احنا بنتكلم عن اداء اليمين الدستوريه وان هو ده كان الحدث الابرز امس، فهيكون معانا لقاء ان شاء الله عن هذا الموضوع، عن هذه الاجواء المهيبه اللي حصل فيها اداء اليمين الدستوريه، عن المقر الجديد للبرلمان، عن اهم الملامح اللي جاءت في خطاب الرئيس، وقال ان دي الملامح اللي هيعمل من خلالها او اجنده العمل في ولايته الثالثه. ده هيكون محور حوارنا ان شاء الله في الفقره الاولى. وزي ما قلنا لانه السيد الرئيس اتكلم عن عراقه الشعب المصري، واتكلم كمان على اهميه رفع الوعي الدائم عند المواطن المصري، واكد على الهويه المصريه. فمن هنا هتكون فقرتي الاولى في طعم البيوت خاصه بالهويه المصريه. والحقيقه لما بنتكلم عن الهويه بنتكلم عن مسمى كبير جدا بيشتمل على العديد من الالفاظ اللي احنا ممكن النهارده من خلال ضيفتنا نتعرف عليها او نفسرها ونعرفها
نعرفها لجمهورنا، لانه الحقيقه في حاجات كتيره ممكن تقف عقبه امام يعني تاكيدنا على هذه الهويه او محافظتنا على هذه الهويه. احنا بنتكلم عن هويه ثقافيه وفنيه وحضاريه وتعليميه، يعني هويتنا العربيه ايضا، حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده كمضمون لهويتنا المصريه العربيه الافريقيه ومكانه مصر وسط العالم. وما بننساش دايما ان احنا نحتفل ونحتفي بامهاتنا المثاليات اللي الرئيس كرمهم بالفعل في 21 مارس الماضي في احتفاليه كبيره. طول الاسبوع اللي فات كنا بنحتفل بامهاتنا المثاليات، النهارده معانا الام المثاليه، ام رائده اجتماعيه من محافظه المنوفيه. هنشوف تجربتها في العمل العام وفي تربيه ابنائها وفي تربيه شقيقتها بعد وفاه والدتها، مجهود وثمره كفاح كبيره جدا جنتها بهذه الجائزه، وبتدي مثل ازاي نبني الاوطان من بناء البيت وهو النواة الأساسية لهذا المجتمع. وبما اننا يعني بنتكلم عن بناء الاوطان، وبما اننا في رمضان وبنتكلم عن مشاعرنا الفياضه المليئه بالروحانيات، وبنتكلم عن اعمالنا والحاجات الطيبه والطاعات اللي احنا بنعملها، فجزء مهم جدا من يعني تقربنا لربنا سبحانه وتعالى ان احنا كمان نحب بلدنا اللي احنا عايشين فيها واللي بنتمتع بخيرتها. فكره حب الوطن ده جزء مهم جدا داخل كل شخصيه مصريه او داخل كل فرد اصلا في العالم كله الحقيقه. يعني فكره حب الوطن ده جزء لازم ان احنا نربي ابنائنا عليه، ازاي نحب وطننا وايه اهميه حب الوطن وازاي الدين حثنا على هذا الحب، لانه جزء مهم جدا في عقيدتنا ايضا ان احنا نكون مؤمنين بتراب هذا الوطن وباهميه الحفاظ على كل بقعه وكل شبر على ارض مصر. حب الوطن وعلاقته بالدين ده هتكون فقرتنا الثانيه ان شاء الله في طعم البيوت. دي كانت فقرتنا اللي استعرضناها مع حضراتكم، هنخرج لفاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل عشان نبتدي مع نهلة وزينة. ودائما تحيا جمهورية مصر العربية. أهلا بحضراتكم. شهدت العاصمة الإدارية بالأمس حفل تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية في فترة ولايته الثالثة. كانت الفترة الأولى بعد ما فاز بالانتخابات في 2014 ثم في 2018، وكان ساعتها نسبة التصويت تقريبا 97%، وفي الولاية الثالثة كانت نسبة التصويت ما يقرب من 90%. أدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن خلال كلماته التي ألقاها أمام نواب الشعب وممثليه حدد ملامح العمل الوطني في الفترة القادمة. يا ترى ايه اهم الملامح اللي ذكرها السيد الرئيس في كلمته، وايه الاجواء اللي كانت محيطة بهذا المشهد اللي احنا يمكن شفناه عن بعد من التلفزيون، ولكن كان في ناس في قلب الحدث، واستضفنا منهم النهاردة دكتورة حنان يشار. بيسعدنا ان احنا نستضيف دكتورة حنان يشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن للحديث عن اهم الملامح اللي جت في كلمة الرئيس. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. طبعا يعني كانت اجواء اكيد غير عادية وأجواء مهيبة، فضعينا في المشهد بالأمس، كنت موجودة في مقر جديد للنواب في العاصمة الإدارية الجديدة اللي أعلنت امبارح وكأنها مقر ومركز جديد للحكم، كيف رأيت هذا المشهد؟ بداية الفخر نمرة واحد، السعادة إن ده بيحصل في مصر. إحنا بنقول للعالم كله إحنا هو وإحنا ضد الكسر، إحنا ما بنتكسرش. فرحة لتتويج فترة مجهود وعمل وتعب، ودي النتيجة. فبرضو مهم جدا إن إحنا نوصل لنتيجة مريحة، نتيجة مبهجة، نتيجة تخلينا فرحانين باللي حصل. فيعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، شيء مهيب جدا جدا، ويمكن دي اللي كلمتي اللي صممت عليها وأنا بتكلم مع الأسرة، بقول لهم إن أنا أشهد هذا الحدث من جواه فرحة كبيرة قوي قوي قوي، فخر كبير قوي قوي، سعادة إن مصر إن شاء الله بإذن الله هتكمل المشوار مع رئيس فاهم البلد وبيشتغل بقاله فترة طويلة، 9 سنين بنشتغل وبنجتهد، فإن شاء الله بإذن الله يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه غير إن إحنا موجودين وإن إحنا بنكمل ورئيس بيشتغل وكلنا هنشتغل معاه إن شاء الله. طبعًا يعني انطلاق هذا المشهد من العاصمة الإدارية الجديدة، هل بتعدي هذا المشهد وكأنه انطلاق لمقر جديد للحكم ومركز جديد للحكم؟ وهل أنتم كمجلس النواب هتنتقلوا لجلساتكم هناك في العاصمة الإدارية بعد كده، ولا هترجعوا للمقر القديم؟ لا أعتقد أن احنا هنستمر في المقر القديم الفترة اللي جاية. بس هو زي ما حضرتك قلتي العاصمة الإدارية من أهم الحاجات اللي أنت تشعري بيها لما تروحي أن دي كانت صحراء.
صحراء واتعمل فيها مهما وصف لحضرتك المباني الخارجيه، حتى مش مبنى مجلس النواب نفسه، مبنى الوزارات وحي الوزارات. شيء رائع جدا ان احنا نحول صحراء ليس لها قيمه الى كل هذه القيمه الماديه والمعنويه. نعم. فده مهم جدا ان احنا نفهمه، نعرف ان احنا يعني فكره الرئيس بان احنا نضيف البنيه الاساسيه فقط غيرت سعر الارض دي ورفعتها في السماء. احنا ما تكلفناش المبالغ الهائله دي غير ان احنا تكلفنا بنيه اساسيه وافكار جديده خلت الدنيا كلها اتجهت لهذه المنطقه. نعم. تم بنائها مش مجرد انها جديده ولكشري، لا، فكر حديث اللي موجود فيها، فكر حديث ان يكون مجلس النواب يتوسط حي الوزارات، دي مهمه جدا. هي اصلا الصور حتى معروضه قدامنا على الشاشه، دي من اهم يا جماعه واكبر المدن الذكيه في العالم. والمقر مجلس النواب اللي السيده النائبه بتتكلم عليه ده اكبر من الكونجرس عشرات المرات. صحيح. فهو من اكبر المقرات على مستوى العالم، بيتالف من قاعه كبيره جدا رئيسيه شفناها مع حضرتك، وثمان طوابق، ده موجود في الحي الحكومي اللي بالفعل تقريبا انجز كله. صحيح. في المرحله الاولى للعاصمه الاداريه اللي هي 40 الف فدان تقريبا كمرحله اولى ضمن مرحله اكبر 220 الف فدان. صحيح. بس هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، انا كنائب لما بيكون لي طلب، عارفه حضرتك ان انت تتنقلي من وزاره لوزاره شكلها ايه، لكن تخيل يعني حي الوزارات، يعني ما بين الوزاره دي والوزاره دي هو بلوك مثلا او نفترض نقول شارع. فدي طبعا يعني كان فكر، ما عشان كده بقول لحضرتك التطور مش محتاج فلوس فقط، التطور محتاج فكر يدير هذه الاموال. فطبعا القاعه حضرتك بتتكلمي عليها، طبعا لما تيجي تقارنيها بقاعه المجلس الحاليه، يعني احنا ما كناش شايفين بعض كويس من ما شاء الله حجمها الكبير، خاصه ان عدد النواب كان زاد في الانتخابات الأخيرة. صحيح. أيوة. صحيح. المكان اللي احنا قاعدين فيه نفسه مجهز جيد جدا، مريح جدا، مش صعب القعده فيه، فبرضه دي برضه نقطه مهمه جدا. لما اكون قاعده في مكان كويس اكيد هشتغل كويس. طيب. المكان جميل جدا، وحضرتك كلمتني كمان عن الفكر، وده هيخلينا ننتقل الى اهم الملامح الرئيسيه اللي اتكلم عنها الرئيس في كلمته. من ابرز الاشياء اللي اشار اليها الرئيس ووضع فيها ملامح العمل الوطني، فكره حديثه عن دعم الشبكات الاجتماعيه ودعم الانفاق على الحمايه الاجتماعيه وزيادة مخصصات تكافل وكرامة. تمام. والاستمرار في حياة كريمة. تمام. شايفة الرئيس لما يتحدث عن هذا الموضوع، وهو ده يمكن الموضوع الشاغل بالنسبة لنا كمصريين في الشارع. صحيح. الآن مع الضغوط نتيجة للأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية، شايفة يعني بيشير لإيه؟ وهل ده طمأنة للمصريين إن إحنا شايفينكم وحاسين بيكم بمشاكلكم؟ إحنا معاك. عارفة حضرتك لما تلاقي حد قلقان وتقول ما تقلقش إحنا معاك، هو الرئيس بيقول للشعب أنا معاكم. أنا معاكم بحكومتي، أنا معاكم بوزرائي، أنا معاكم كلكم. بصي حضرتك، يمكن يعني برضو أنا قبل كنت عميد كلية، فما كنتش برتبط طبعا بفئة من الجمهور، بس مش زي نائب. لما نقول حياة كريمة ده فخر المصريين. لما الرئيس يقول أنا عايز المقيم في القرية يبقى زي المقيم في المدينة، الخدمات اللي موجودة هنا موجودة هنا. والله أنا دايما أقول لما يجي حد يكلم أقول لهم انزلوا شوفوا بلدكم بقى فيها إيه. حياة كريمة غيرت شكل القرية، نقول مش عايز أقول 100%، بس على الأقل 90-95%، وربنا يتمها على خير. بقى عندنا كل الخدمات في أماكن واحدة، طبعا خدمات ذكية، ودي في حد ذاتها ميزة هائلة جدا جدا، وبيحط عبء على وزارة الاتصالات وعلى الحكومة أن تخليها في أعلى مستوى. تكافل وكرامة بكله، خلي بالك هي التكافل لوحدها وكرامة لوحدها، وتكافل لفئة وكرامة لفئة. فطبعا دي برضو وجودها رفع ناس كتير جدا جدا، وبرضو حتة أن أنا اللي هو مش لاقي ما يمدش إيده، دي مهمة جدا جدا جدا. فهو الرئيس، انا شفت، انا عن نفسي اهتماماتي بالسوشيال ستاديز دي بخلياني اقول لك ان اكتر حاجة خلتني فرحت جدا تأكيده على هذا، معناها ان احنا هنستمر في نقطة بدأنا بيها، لا ده انا هكملها معاك للآخر. انت عارفة كان الرئيس اهتماماته بالمرأة والشباب، ايوه، كلنا درسينها وكلنا. صحيح. شايفينها وكلنا ملموسه. صحيح. لا ده انا مهتم بالاسره، انا مش مهتم بالمراه والشباب فقط، انا مهتم بالاسره. نعم. انا مهتم ان يبقى فيه الناس تعرف تعيش صح. طيب كمان من الحاجات او النقاط اللي اشار اليها السيد الرئيس وعايزين يعني نستعرضها كده معظمها ان شاء الله، فكره استمراره في انشاء المدن الجديده واستكمال برنامج سكن لكل المصريين، وقال ان برنامج سكن لكل المصريين ده بيستهدف الشباب، فكانه احنا ماشيين في طريقين متوازيين، عندنا اللكجري اللي حضرتك قلتي عليها، ولكن ان
هي لجذب الأموال ولإنشاء مدن جديدة ممكن الناس يعني تسكن فيها بشكل ذكي متواكب مع التكنولوجيا، وجنباً إلى جنب في سكن لكل مواطن. إلى أي مدى نجح هذا المشروع في احتواء الشباب أو في توفير فرص ليه؟ وشايفة ذكر الرئيس ليه برضه له دلالة شكلها إيه؟ هقول لحضرتك، ما إحنا كنا بنعمل المدن وكانت بتسكنها الغربان، وأعتقد دي كانت واضحة وكانت باينة وكان بيحصل كتير جدا. لكن لما أعمل مدينة ووفر في المدينة دي وسائل للعمل أو أماكن للعمل، ما هو ده أنا صح، أنا بنقل الشاب بأسرته وفي مكان عمله يعني يكفي عمل ليه ولزوجته كمان. فده الاتفاق أو بيقولوا عليه إيه بقى، ده الفكر اللي بنتكلم فيه. أنت مش مهم بس تعملي حاجة، لما تعملي حاجة لازم تعمليها بفكر صحيح. لأن ما كانش فيه، إحنا كانوا بيعملوا إيه؟ بيحجزوا الشقة ويروحوا يسكنوا مع بابا ومامته. كان بيحصل ما كانش بيحصل، لكن طرق ولا مواصلات خالص. لكن ده تعالي أقول لحضرتك إن يعني إحنا ماشيين امبارح، اميز حاجه حصلت في مصر الطرق اللي اتعملت. لان دايما انا بقول ايه، لما بنيجي نقيم امه بيبقى مهم جدا ان احنا نقيم طرق. الطرق دي عليها نجاح اقتصادي، نجاح تجاري، سهولة النقل من مكان لآخر، خلى فيه موبيلتي عالية جدا. دي خلت اللي أنا بقول لحضرتك عليه، أنا بسكن في مدينة أو في قرية أو في كومباوند، أو ده أنا كل احتياجاتي موجودة في نفس المكان. فدي برضو سهولة. وإن يكون سكن للشباب بجد، مش سكن للشباب بملايين، لا ده سكن للشباب بجد وفعلا جميل جدا، وأنا شفته بنفسي السكن فيه فعلا حلو ومستواه حلو جدا. لا ده اللي انا بدور بقى، زي ما قلت لحضرتك انا مش بدور على المرأة والشاب بس، لا انا بدور على الأسرة ككل ان هم يقيموا في ده. فتحية مني لهذا الفكر، وتحية مني للرئيس في هذه النقطة كمان. الرئيس كمان في كلامه ما نسيش السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لمصر، فهو اتكلم عن انه يعني اهم حاجة هو الحفاظ على امن مصر، ان هي دي اولوية ليه، وانه يحاول يعمل علاقات متوازنة مع الجميع. ويمكن دي حاجة احنا شايفينها وبارزة، ان احنا ما عندناش سياسة قطب ضد قطب ولا صحيح. مجموعة من الدول، احنا سياساتنا متوازنة مع جميع الدول. لكن فكرة الامن دي فكرة مهمة قوي في وقت مصر بتتعرض فيه لاخطار على كل الجوانب. صحيح. الحروب اللي حوالينا بتأثر علينا سواء سياسيا او اقتصاديا، وده شفناه في تأثر مثلا داخل قناة السويس او غيره. فكرة حماية الأمن القومي دون التورط في نزاعات ودون التورط في اي مشاكل، دي فكرة مهمة جدا ذكرها الرئيس. الى اي مدى نجحنا في إدارة الصراعات اللي حوالينا دون ان نتورط فيها؟ حضرتك ذكرتي نقطة بقى في غاية الأهمية، كلنا منفعلين، كلنا متعاطفين، وكلنا مع تمام، بس مهم جدا لما تبقي مع تفكري صح ازاي تبقي مع بدون ما تبقي ضد نفسك. احنا عايزين نبقى مع لكن ما نبقاش ضد نفسنا. فالوقفه كانت وقفه قويه جدا، مساعدات عاليه جدا جدا، كله جاهز لتقديم اكبر قدر من المساعدات واكبر قدر من المسانده، ومع ذلك احنا لم نتخطى حدودنا. لان مهم جدا انت تبقى مع نفسك كويس ومع الاخرين ولست ضد نفسك. فحضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا، احنا كنا بندخل الحروب بمجرد العاطفة، طبعا كلنا متعاطفين ومحبين وزعلانين كل حاجة، فندخل الحروب بالعاطفة فقط، فهذا ده ما ينفعش. الحروب تتدخل بالدراسات، بالاستراتيجيات، بالفكر الصح. فاحنا بندخل في حروب بالفكر بتاعنا، احنا مع وبنساند وفي نفس الوقت محافظين على أمننا. لما الأمن بتاعنا وقع لم نجد مساندة أو مساعدة من أي حد، إحنا اللي ساعدنا نفسنا وإحنا اللي وقفنا جنب نفسنا وإحنا اللي طلعنا بنفسنا لفوق. فمهم جدا إن أنا لما أحافظ على أمني، ودايما هقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا، نجاح دولة بيبدأ من نجاح إيه؟ أفراد، أسرة، كوميونيتي صغير، مجتمع صغير، وهكذا. يعني دايما كلمتي اللي بقولها بقول لهم احنا اصبحنا مستهلكين، فعشان احافظ على بقى امني كامن وامني كاستقرار وكاقتصاد، مهم جدا ما ابقاش مستهلك بس، انا مهم جدا ان انا اكون منتج تمام. فبالتالي مهم ان انا احافظ على امني عشان اعرف احافظ على امن الاخرين. لو انا عندي مشكله في الامن وهشه، بالعكس انا مش عارف اقف جنب حد،
نعم طبعا الرئيس اتكلم في حاجات كثيره جدا لن يسع الوقت لذكرها، لكن هو قال ان الضمانه الاولى والحقيقيه لان احنا نعبر لمكانه تستحقها هذا البلد هو وحده هذا الشعب. فبنتمنى يا رب يؤلف بين قلوبنا جميعا، وان احنا نكون ان شاء الله على قلب رجل واحد ونقدر نواجه الصعاب اللي قدامنا، لان الطريق ليس مفروشا بالورود لا داخليا ولا خارجيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره حدن يشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن على وجودك معنا. شكرا يا فندم، انا متشكره جدا وربنا يوفق مصر وتحيا مصر. يا رب دايما تحيا مصر. طبعا يعني دكتوره حدن اتكلمت عن الاسره ومن حديثنا عن كلمه السيد الرئيس، ومن الحديث عن الاسره كامان وضمان للمجتمع هيكون لقائنا الثاني عن الاسره من خلال تكريمنا لواحده من الامهات المثاليات المكرمات هذا العام على مستوى الجمهوريه، هي الام المثاليه ام رائده اجتماعيه عن محافظه المنوفيه، هنشوفها ونعرف تجربتها الجميله ونستفيد منها بعد الفاصل.